مش عارف بس البتاع ده هون بيشتغل من فين بس. صباح الخير يا رمزي. صباح الخير يا دولا. ازاي؟ انا هلا مش قايل لك 100 مره قايل لك ما تقعدش على المكتب هنا؟ انا اسف يا دولا. قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لي يا دولا وانا اللي بعدك. اخر مره يا دولا انا اسف. انزل يا انا اسف. انزل. حاضر يا دولا. وبعدين فين الحسابات اللي انا قلت لك الراجل بتاع الضرايب هيجي يشوفها عملتها ولا لسه؟ عملتها يا دولا. انت لسه فاكر يا عم؟ خلصت من زمان. ماشي خلصت من زمان، فين هي بقى؟ اتفضل يا دولا بالهنا والشفا. بالهنا والشفا؟ يا لا لاقي الفاظك يا لا. اما يكون حد بياكل تقول له بالهنا والشفا، لكن حد بتدي له ورق تقول له بون ابيتي كده هو يعني؟ غبي غبي، هتفضل طول عمرك غبي. فين هي الحسابات؟ اهي دول، اتفضل اهو. انت ايه ما نزلتهمش على الكمبيوتر ولا ايه؟ كمبيوتر ايه دول؟ اسلام اصل ما اصل ايه؟ ايه اصل ايه وبس؟ ايه في ايه؟ فين؟ انا مش قايل لك تنزل حاجه دي على الكمبيوتر؟ ايوه دول. هو فين الكمبيوتر طيب اصلا؟ يا نهار اسود، فين الكمبيوتر اصلا؟ ده انا جايب كمبيوتر ومنزل عليه برنامج بتاع حسابات ودافع الشيء الفلاني عشان تيجي تقول لي فين الكمبيوتر؟ امال ده ايه حضرتك؟ ده انت هتطلع عليه يخرب بيتك، هتطلع عليه يلا اللي هو بتاع الكاتب يا دولا، الكاتب المصري. اه هتقولي هنا ولا ما تلعبش بالكمبيوتر ده تاني وما تلعبش بواصول. بواصول يا حضرتك ده ايه بقى حضرتك ده؟ يعني اله الويندوز عند قدماء الفراعنه يعني ولا ايه؟ لا يا دولا والله انا كنت بحسبه عم اله حاسبه كتير كبيره كده هون يعني. وبعدين حتى بالاماره انت مش قلت لي اسمه لابتوب؟ لابتوب؟ انا قايل لك لابتوب يا يهبل يهبل. مش يا نهار ابيض، جايب لك مهندس وقعد تلات اسابيع عمال بيدربك وفي النهايه مش عارف الفرق بين الكمبيوتر واللابتوب؟ ما دولا بقى بصراحه يعني بص الباشمهندس ده وانا دول انا ما كنتش فاهم منه اي حاجه. دول عمال يقول لي شد الداون شد الداون ومش فاهم. شد الداون يلا بيقول لك شات داون. شات داون يعني شد الكوبس. والله دول انا مش عارف يا دولا. خد بس اقرا بقى الاول. اقرا ايه بس؟ اقرا ايه بس؟ يعني غاوي تخسرني، غاوي تخسرني وتكلفني يا دولا. ده انا تعبت فيها تعبانه. اقرا بس الاول. اقرا. تعبت تعبانه؟ نشوف عملت ايه في الحسابات. ايه ده؟ هي دي اللي انت تعبت فيها تعبانه؟ اللي انت كاتبه ده يا خساره خساره فرائك يا انت ايه جايب مقبول الضرايب؟ عايز يغنينا ولا ايه؟ يا دولا يا حبيبي خير الكلام ما قل وزل. وزل؟ انا اللي بزل لنفسي ان انا قاعد جنبك وبسمعك. ايه اللي انت مهببه ده يا يو بقى يا دولا بقى؟ مش دون برضك مجهود بني ادم تعب فيه؟ فين البني ادم؟ انت بني انت بتصنف نفسك غلط طول الوقت. ممكن حضرتك تفسر لي ايه اللي انت كاتبه لي ده؟ انا هقول لك يا دولا دلوقتي، مش لما مأمور الضرايب هيقراها هيقرا ايه؟ خساره خساره. هيعرف بقى ان احنا خسرانين فيقوم بقى معافينا من الضرايب. طب دي خساره خساره فرائك يا جاره بقى، عشان ايه؟ الجيران بتوعنا هم كمان خسرانين ولا ايه؟ الله ينور عليك يا دولا يا دولا. شفت بقى الزكوانه يا دولا؟ ولا انا مش ناقص غباوه يالا. اطلع بره يالا، اطلع بره. ماشي ماشي يا دولا. كل شويه يقعد يقول لي مش ناقص غباوه واطلع بره. بزاره هو ولا يا هبل يا هبل. انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي على اساس ان انا مش سامعك يا غبي يا غبي يا غبي. اطلع بره يا غبي. ايه ده انت سمعتني؟ اطلع بره يالا، اطلع بره. ماشي. ناقص غباوه هي؟ مش فاهم انا الاغبيه دول عايشين ازاي. غبي غبي غبي. السلام عليكم. ازيك يا رن؟ ازيك يا بيبي؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بقول لك ايه؟ بدل ما انت قاعدة بتقري في المجلة كده اهو، قومي اعملي لي لقمة كلها، أنا جاي ميت من الجوع. يا بيبي غذاء العقل مفيد جدا جدا للروح. لا غذاء البطن أهم كتير يا ماما، لأن الواحد لو ما شبعش هتطلع روحه. يا حبيبي غذاء العقل هو اللي جاي، غذاء المعلومات هو المنتشر دلوقتي، لان في ثوره معلوماتيه في العالم ضخمه جدا. يعني انا مثلا هدي لك فور اكزامبل، مثلا عندك البي سي مثلا، لما البي سي ده البي سي يا حبيبي هو البيرسونال كمبيوتر. ما تجيبليش سيره الكمبيوتر ده لو سمحت يا راني. هو في ايه يا عادل؟ وانا كل ما اكلمك تعمل كده بقى؟ عندي مشاكل كتير جدا في الشغل بسبب الكمبيوتر. في ايه يا عادل؟ ايه المشاكل؟ طمني. زفت الطين رمزي ده، انا مش عارف اعمل له ايه. يعني فعلا بيخسرني كميه خساير ما مفيش حد يقدر يتحملها. ده يا رانيا غبي جدا جدا. طب واللي عنده الحل اللي يريحك؟ يا سلام، عندك الحل وسايباه قاعد في قرابيزي بقاله قد ايه؟ ما تقول يا رانيا. الحل عندي في المجله دي.
ايه سم فران مثلا، اعلان عن سم فران والله ممكن تبقى فكره احطه له في الكوكتيل ونخلص منه. لا يا بيبي مش اعلان عن سم فران، دي عياده جديده تقوم بتنميه الذكاء، يعني بياخدوا الواحد كده وهو غبي كده ومفلحس على عينه، وبعدين بقى ايه يقوموا عاملين له حاجات كده معينه، وبعدين فجاه يبقى جينيس واذكى واحد في التاريخ. لا انت مش فاهمه رمزي، رمزي استحاله حاجه زي كده تنفع معاه، ده عباره عن كتله غباء متحركه، ده الماده الخام للغباء، يعني عارفه زي اليورانيوم كده ما بيبقى مشع، رمزي بيشع غباء، يعني ممكن ياخدوا منه ويعملوا قنبله الغباء اللي هتدمر العالم. طب يا بيبي ما تجرب يا حبيبي، انت مش هتخسر حاجه، احتمال كبير قوي الموضوع ده ينفع معاه ويتحول لبني ادم ذكي ويرحمنا بغبائه من تدمير حياتنا دائما كده يعني. لا 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 مش هينفع، عارفه رمزي ده لو فهم يموت، يا رب يفهم. خرب بيتك يا دي، خامس كوباية كوكتيل تشربها دلوقتي وبرضه مصر ما تجيش معايا عند الدكتور. يا دولة طب وانا اجي ليه معاك عند الدكتور يا عم؟ هو انا عيان اصلا؟ يعني اهو برضه نطمن الدكتور يشوف عندك مثلا عسر هضم، عسر فهم، عسر اي حاجة. لا يا دولة انا ما عنديش اي حاجة الحمد لله، انا لسه شارب يا عم خمسة كوكتيل همت، ولسه شارب كمان شاي قبليه، ولسه واكل سندوتشات قد دولت كده. طب يلا ما يجراش حاجة يلا، يعني بص هتيجي معايا عند الدكتور تساعدني. بقى ده اسمه كلام يا دولة؟ ده اخر الكلام يعني؟ رمزي ابو الرماميز ابن عم دولة يشتغل تمرجي؟ تمرجي ايه يا هبل؟ تمرجي ايه بس؟ ايوه دولة انت مش بتقولي اجي عند الدكتور معاك علشان اساعده وهو بيكشف عليك؟ لا يلا بص يعني تساعدني انا، يعني مثلا وهو الدكتور بيكشف عليا لقيت نفسي عطشان تسقيني، لقيت مثلا الدكتور هيديني حقنة وانا بخاف من الحقن فانت مثلا تاخدها مكاني، لقيت الدكتور بيقول لي يا عادل عايزين ننقلك دم فاشرب من دمك. تشرب من دم يا دولة؟ لا ما عادي، ما نقل الدم ده بالظبط حاجة بسيطة جدا، انت مش بتشوف الافلام واحد عايزين ينقلوا له دم بينيموه كده على السرير وبيجيب واحد تاني هينقلوا له منه دم، يحط الشليموزة اللي معاك ده كده اهو في دراعه وهنا اهو كده اهو، وبعدين تلاقي واحد تاني بقى اللي هو محتاج الدم ده بيبقى نايم تحت السرير، يقعد بقى يشفط من دم. لا يا راجل، تصدق يا دولة انا ما بشوفش انا اللي تحت السرير دون؟ ماشي يا دولة انا هاجي معاك وتشرب من دم براحتك يا دولة، بس بقول لك ايه ما تحفش قوي علشان انا الدم عندي قليل. انت ما عندكش دم اصلا ما تقلقش. المهم هتيجي معايا عند الدكتور. دكتور؟ ليه يا دولة انت عيان؟ دولة ده خشب وعامل ان هو كتاب. ولا ما تسمعش حاجة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. مين فيكم اللي هيكشف؟ يا حضرتك بس بعد اذنك دقيقة واحدة. اتفضل. حضرتك يعني اللي معايا هو اللي هيكشف لانه غبي جدا يعني، انا بس مفهمه ان انا اللي هكشف عشان يوافق يجي معايا هنا. بس انت كمان لازم تكشف. حضرتك يعني اكشف ليه يعني؟ ده هو اللي هيكشف، هو غبي جدا، هو ما يتخيرش عن الحيوانات اللي مرسومه على الحيطه، ده غبي جدا جدا يعني. مش انت اللي تقول انا اللي اقول. طيب حضرتك انا اكشف ليه يعني؟ عشان يحس ان انت عيان بجد. ايوه صح صح صح، الله ينور عليك يا دكتور، يعني اكشف كده وكده يعني. لا انت هتقعد على جهاز كشف الغباء. ماشي بس برضو يعني مش كشف حقيقي ده كده وكده طبعا. بس المهم بقى تدفع الكشف. حضرتك ادفع الكشف؟ ما انا دفعت الكشف بره عند الانسه اللي واقفه بره يعني.